كان مبادرة قطر الخيرية الكريمة المباشرة في تغطية هذه الأمور بالنسبة للإخوة المهدمة بيوتهم يعني. فكل الشكر والتقدير، ويعني مش أحسن، جزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. واليوم إحنا بثقتنا بالجامعة الإسلامية وما تقدمه للتعليم العالي الحقيقة في فلسطين مش بس في قطاع غزة، بيجعلنا دائما يعني حاطين الجامعة في يعني مستوى إنه لابد من دعمها بكل بشتى السبل الممكنة.